بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. لازلنا إن شاء الله مستمرين في هذه الدورات التدريبية ودورات تكوينية. كنحاولوا إن شاء الله نحاولوا نجيبوا لكم أشياء اللي هي تحاول أنها تفيدكم وتفيدنا كذلك في بحث على عادات الناجحين وكذلك صفات الناجحين. حاولت أن نستقي واحد المسألة اللي هي جد مهمة، والقسم بين الصفات اللي كتجعل منك شخص قوي أو صفات اللي تجعل منك واحد الشخص اللي هو يكون دائما طموح، وهذه دائما يجب الإنسان أن يتبعها كما يسمى أو يطلق عليها هي صفات القوة. بين صفات القوة والأشياء التي قمنا بدراسة ديالها هناك واحد ثلاث أشياء جد مهمة. أول شيء هو تقييم الأشياء كما هو عليه، ثاني حاجة هو أن تكون عندك الشجاعة، وثالث حاجة هو أنك تكون حاسم في القرارات. الخطوة الأولى اللي هي تقييم الأشياء، المشكل الأساسي أنك تجده عند بعض الإخوان هو أنك ملي كتحاول أن تسولهم على الوضع ديالهم كتكون واحد ردة فعل سلبية، نظرا لأن كانت واحد التجارب اللي هي ممكن ما نجحاتش، أو ممكن أنه دار واحد المشروع وما صدقلوش أو خدا واحد الخطوة وما صدقاتش ما كانش هي هذيك، فكيحاول أنه يعطي واحد المبررات واحد الأوهام، وكيحاول أنه يعطي تقييم الأوضاع. ملي كتقول له قيم الوضع ديالك حاليا كيفاش أنت، كيقول لك أنا الوضع ديالو يعني مكفس راجع اللور، ماشي هو هذاك صافي، أن الدنيا راها سالات، ويبقى جالسين في المقاهي وكيضيعوا ساعات كثيره اللي كتضيع في الخاوي بطبيعه الحال. ممكن 3 سوايع 4 سوايع انك تفرج في المارشات، ممكن انك جالس كتضيع الوقت في شي حاجه اللي هي تافهه، ما غاديش تغني ما تغير من الوضع ديالك حتى شي حاجه، وتبقى تبكي وتشكي وتلوم الاخرين. كاين بعض الناس اللي كتحاول انك تسولهم، مثلا الا سولتيهم فقط مثلا ما هو مثلا على العمر، وخاصه بالنسبه للبنات، بحال اللي راك جبتي واحد المسدس وسدتيه للرأس ديالهم، علاش؟ لأنها كيقوم بواحد التقييمات اللي هي غير صحيحة. نظرة ممكن كتقول بأن العمر راه كبرات، بأن كاينها بزاف ديال الأشياء اللي ما دوزاتهاش، وبزاف ديال الأشياء اللي ما قامتش بها اللي كان يجب أن تقوم بها وما دارتهاش. أو بعض الأشخاص اللي هما كذلك كتلقاهم جالسين في القهاوي وكيعطي واحد المبررات، كيقول لك انا كنت جالس مثلا في هذا العمر دابا انا اللي فيه كراني ما نعرف شحال كندير مليون جوج ثلاثه المليون، ويبقى كيعطي شي اشياء اللي ما نعرف شنو هي هذيك، كراني وصلت لاعلى منصب، فراني في كراني شاد انا هو الرئيس ديال ذاك الاتجاه ولا واحد الحزب معين ولا اشياء. المهم اشياء تافهه، هما تقييمات سلبيه. يجب ان تقيم الاشياء كما هي عليه. الا كنت درتي واحد الخطا وهو تقييم الاشياء، يجب ان تقيم الاشياء. انا الان حاليا الوضع ديالي هو واحد، الوضع ديالي واحد، اذا خصني نعالجه. الناس اللي كيحاولوا يخبعوا مثلا، اذا سولتي كذلك على الوزن، انه مثلا بحال كذلك واحد السؤال اللي سولتي ما خصوش يتسول، الوزن هو هو، العمر هو هو، الوضع اللي انت عليه حاليا هو هو، يجب ان تقيم وضعك كما هو عليه. اذا اردت ان تغير هذا الوضع يجب ان ننتقل الى الخطوه الثانيه والتي هي الشجاعه. يجب ان تاخذ خطوه للامام. عندما قيمنا هذا الوضع اخذ الخطوه الثانيه التي هي الشجاعه، ولكن بين الخطوه الاولى والخطوه الثانيه هناك فجوه اللي خصك انك تعمرها. انا اذا بغيت مثلا انني نوصل واحد المنصب معين، اذا خصني نشتغل على هذيك الفجوه. شنو هي الاشياء اللي تخليني انا نوصل للهدف ديالي اللي كنت عليه؟ اذا كنت واحد الشخص اللي هو مثلا تسول انا الوضع ديالي، انا كنت كنتمنى انني نحقق السعاده الاسريه، ولكن الوضع ديالي ماشي هو هذاك، غادي نشوف شنو هي المشاكل اللي عندي داخل الاسره ونحاول نلقى لها حل، بدل انني نبقى كنلوم الطرف الاخر وكنرد له دائما الاسباب بانه هو السبب في هذه الاشياء. هي الشخص الثاني اللي كنا جالسين عليه، اللي هو جالس في المقاهي وكيضيع الساعات واربع ساعات خدام كيلوم، وفلان هذاك راه دار لاباس، انا راني عارف راه غير كروش الحرام، راه دارها غير ما نعرف شنو، يعني كيبقى كيعطي واحد الاسباب. ربما انك ما وصلتيش مثلا بحال ذاك الشخص، فكتحاول انك تبرر لان الفلوس ديالو انها حرام. انا ما ندخل في هذه المساله حرام ولا حلال، فقط اتكلم على تقييم الاوضاع وكيفاش باغي توصل. انت جالس 3 سوايع 4 سوايع 5 سوايع انك جالس ما كدير حتى شي حاجه، وذاك الشخص الاخر راه كيسعى وكيحاول يتحرك وكيدير واحد الفعل، وكذلك رده الفعل باش يوصل لواحد المنصب معين. دائما المحاولة من أجل الاجتهاد، وهناك تحفيز وهناك مهارة يجب الاشتغال عليهما معا. المشكل للشخص اللي كيبقى دائما جالس وكيعطي واحد الأسباب وواحد الأعذار وكيبقى كيبكي وكيشكي، مباشرة داخل الدماغ ديالو تفتح واحد الملف اللي هو تسمى الدورة الذهنية السلبية اللي هي مفتوحة، ما حاولش تشد، ما حاولش يشوف شنو هو المشكل اللي هو كيعانيه باش يحاول أنه ينطلق ويلقى له حل. المشكل اللي لقاوه كل الناس اللي هما كيحاولوا الدراسات، ان الشخص كما قال هناك دراسه كتقول بان 80%
انهم دائما ملي كيجلسوا عطيتي يقول له عطينا الافكار ديالك شنو هي، كتلقى هناك 80% انهم هناك الافكار اللي هي سلبيه. لماذا؟ سبحان الله، النفس اذا لم تامرها للطاعه امرتك لمعصيه، فدائما ان لم تامرها هي تامرك. يعني لما تحركتيش انت هي وحاولتي انك تغذي داك تغذي للطاقه الروحانيه ولا الطاقه العقليه وحاولتي انك تعطيها المسائل الايجابيه والمسائل اللي هي دينيه وروحيه، ما غاديش تعطيك توجهك مباشره للمسائل السلبيه. دعونا من هذا وخلونا ننتقلوا للمرحله الثانيه. بعد ما انا قيمت الوضع اللي علي اللي هو انا فيه، الا كان عندي وضع مثلا كما قلت الوضع من الناحيه الاسريه ولا وضعيه ديالي مثلا في المركز ديالي في العمل ماشي هو هذاك، الراتب ديالي ماشي هو هذاك، كنحاول انني نطمح انني نشاهد الناس اللي هما مثلا في واحد المرتبه وبغى يوصل لواحد المرتبه معينه، يجب ان تقيم الاشياء وتشوف شنو هي المسائل اللي عندك وشنو هي المسائل اللي ما عندكش. دراسه الوضعيه اللي انت فيها غادي تساعدك باش توصل للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه كتقول أو مرحلة الشجاعة هو مرحلة أخذ القرار. عندما تأخذ قرار يجب أن يكون هناك يعني قرارات صافية، عدم أخذ القرارات في مرحلة غضب أو مرحلة اللي هي أو مرحلة ديال الحماس، يجب أن يكون الذهن صافي باش تأخذ واحد القرار اللي هو شجاع باش تنتقل من المرحلة ألف إلى المرحلة باء. حاليا كنحاول أنني نأخذ واحد الخطوة شجاعة وتكون عندي واحد النظرة اللي هي بعيدة المدى، يعني كنحاول نشوف أنني المنصب اللي قدامي خصني نشتغل عليه، الفجوة اللي عندي خصني نشتغل فيها. إذا كان ذاك المنصب كيتطلب واحد المهارة معينة وكيتطلب واحد الأشياء أو واحد المجهود، خصني نحاول كيف ندير أنني نلقى ذاك المهارة. إذا كنت أنا مثلا كنشتغل في الإدارة وباغي نوصل مثلا نكون انني واحد رئيس قسم، داك رئيس قسم كيتطلب واحد المهارات معينه مثلا نقولوا في الاداره في التسيير في التدبير، اذا نحاول نمشي ندرس على هذه المساله هذه ونكون راسي مزيان ونسد داك الفراغ اللي عندي باش انني نقدر نوصل لذاك المرحله هذيك. الا كنت انا مثلا واحد الشخص اللي هو مثلا كنعاني في واحد الماده معينه ككنت طالب وباغي نوصل لدرجه معينه ومشرفه، خصني نشد داك الفراغ هو انني دائما المحاولة في البحث عن حل وليس البحث عن المشكل، وهذا هو المشكل الخطير. دائما كنقعدوا وكنشوفوا الأسباب والمشاكل وكنبقاو كنبكيو وكنشكيو وما كنشوفوش الحل، كنبقاو في نفس البلاصة هذيك. هذه دائما محاولة أنك تسد الفجوة. فسبحان الله، يعني نعطي واحد المثال كذلك جد مهم، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام مي كان أنه محاصر وكان أنه يعني كل من كل قبيلة الشام أنهم باش كيطاردوه، فدائما هناك واحد النظره اللي هي بعيده، واخا انه اخرج من مكه الى المدينه فدائما كان هناك يعني دائما الحمد لله لانه هناك لانه الرسول عليه الصلاه والسلام. فسبحان الله كاين واحد النظره اللي هي بعيده، حتى في واحد كما درست في واحد سميتها واحد المعركه مي كانوا محاصرين وانه كيحفروا كيضربوا واحد الصخره اللي هي ما قدوش انهم الصحابه انهم يهرسوها، ونادوا على الرسول عليه الصلاه والسلام باش يساعدهم. مجرد ما ضرب فكيقول فتحت الروم، الضربة الثانية فتحت الفرس. فسبحان الله هناك مع أنهم محاصرون وأنه يطلب الله سبحانه وتعالى ويقول إن أهلكت هذه العصابة لا أهلك من يعبدك في الأرض. فسبحان الله النظرة البعيدة، يعني مثلا هم محاصرين وهناك نظرة دائما إلى البعيد، نظرة أنه ستفتح الروم ستفتح الفرس. دائما يجب أن تكون لديك نظرة بعيدة، عدم الناس اللي كتكون عندهم واحد النظره قصيره او نضرب واحد النظره، خذ دائما حاول تشوف بواحد النظره اللي هي مختلفه اللي ما كينظروش ليها الاخرين. الا كنشوف انا مثلا في هذا الاتجاه ممكن كنشوف مثلا انا ورده زوينه عندها واحد الريحه زوينه، ولكن ما كنشوفش فيها مثلا سبحان الله الابداع ديالها التكوينات ديالها المسائل اللي كتكون ذاك الورده الالوان اللي هي فيها. يعني بامكانك تاخذ نظره واحده اخرى اللي تغير الطريقه ديال الاشتغال ديالك. الشجاعه دائما هو ان ترى من نفسك ان لم تستطع تحقيق الهدف بطريقة معينة حاول تغيير الطريقة التي تشتغل بها. إن لم تستطع كذلك تحقيق الهدف دائما ابحث على أشخاص ممكن يساعدوك في المسائل اللي انت هي ناقصك وأنك تجاهد فيها لعل وعسى أنك توصل ذاك المرحلة هذه. دائما حاول أن يكون الهدف بعيد المدى، الهدف اللي يكون دائما ما نطمحش فقط أنني نولي فقط رئيس قسم، لماذا ما نكونش أنا هو المسؤول الكبير على ذاك الشركة هذيك. أو مثلا نحاول حتى اوضح نقطه جد مهمه كذلك اللي لقيتها في واحد السؤال، ماشي النجاح اللي كنعتقد النجاح فقط هو ان تصل مثلا ان تكون مثلا بيزنس مان رجل اعمال، مثلا الى تكلمت على الاستاذ اللي كيحاول انه ينجح الطلبه ديالو او كيرجعل منهم واحد التلاميذ اللي هما نابغين، فعنده الهدف هو اسمى. الام اللي هي كتحاول انها
تربي الاطفال ديالها وتجعل منهم انهم يكونوا ان شاء الله هما مستقبل الغد، هم رجال الغد، هم ذاك الطاقه اللي غادي تساعد البلاد، عندها واحد الهدف كذلك هو اسمى. اشخاص اللي كيقوموا بواحد الهدف نبيل اللي هو انه كيحاول يتميز في الشغل ديالو كذلك، فهو كذلك هدف. هادو كلهم نجاحات، ماشي النجاح انك تكون فقط شخص ماشي نقيموا النجاح فقط على الشخص اللي هو وصل من الناحيه الماديه، ولكن هناك اهداف اخرى. فالنجاح عنده بزاف ديال الاهداف وبزاف ديال الابعاد. نحاول ان شاء الله دائما كما قلنا في الاجتهاد في بزاف ديال الاشياء. يعني موضوع اخر ان شاء الله غادي نحاولوا نتكلموا عليه، اللي هو في الكلمه والتاثير ديالها، وكيفاش الافكار انها ممكن انها تساعدك اما جعل منك شخص ايجابي او شخص سلبي، وتغير الدوره الذهنيه ديالك، طريقه التفكير. اذا ما سيطرت عليك افكار سلبيه ستتحول هذه الافكار الى افعال، وبعد افعال ستصبح طاقه، وبعد ذلك ستتحول الى افعال. اما ان كانت الافكار هي افكار ايجابيه وافكار اللي هي غادي تساعد، او الافكار كتتحول بطبيعه الحال الى طاقه وبعد ذلك تتحول الى افعال، موضوع اخر وحلقه جديده غادي نحاولوا نتكلموا فيها. انتقلنا اول حاجه من تقييم الاوضاع الى الشجاعه الى المرحله الثالثه والاخيره، وهي مرحله الحسم. يجب ان تكون حاسما في اتخاذ القرارات. القاده ياخذون قراراتهم بطريقه سريعه، وبعد ذلك يعني تقريبا على مده، يعني بعد ما اخذ القرار بطريقه سريعه، الخطوه الثانيه تكون تقريبا ليست بسريعه وانما تكون على بطء. بينما الاشخاص الفاشلون يتخذون الافكار، يتخذون القرارات ببطء ويغيرونها بسرعه، وهذا ما نشاهده في كل الوزارات العربيه. افكار وقرارات تؤخذ على السرعه وبدون تحريك اي شيء او بدون فعل اي شيء. دائما كما اقول انا يجب ان تكون حاسما في اتخاذ القرارات. وهناك خطوه كانت جد مهمه، احاول ان اذكركم في هذه الموضوع بقصه جد مهمه، اللي هو شخص اسمه اشر، وهو سائق تاكسي في لندن، الذي كان لا يملك اي شيء، كان يشتغل فقط فنان كهربائي تقريبا، يعني هو في مقتبل العمر، الذي هو متزوج، كيشتغل بواحد التعب، ما حاولش يحقق، لم يحقق اي شيء. بعد مده، بعد ما تعب من هذا الشغل، حاول انه تم شراء تاكسي، وكيحاول كيشتغل عليها، هو دائما كيشتغل على هذا التاكسي. دائما كان تفكيره هو الوصول الى هدف اسمى، الوصول الى مرحله احسن، يريد تغيير المعيشه التي يعيشها. فاذا به في يوم من الايام، دائما سبحان الله، هنا الافكار يجب اغتنامها، الافكار لا تاتي اليك. هو كيسمع في الراديو واحد المقوله ديال واحد كان مقدم برنامج او شهير، كيقول بان حاول الاشتغال على على الاشياء التي تتقنها، يعني تحاول دائما تشتغل على الاشياء اللي انت تجيدها، وحاول التفنن فيها، حاول انك تبدع في ذاك الحاجه اللي انت كتعرفها. اذا كنت عندك واحد المهاره معينه، حاول تبدعها. فقال انا اوكي، الشيء الذي املكه ونحاول نطوره شنو هو، انا عندي فقط تاكسي. حاول في ذاك اللحظه هذيك تغير التفكير ديالو من زيرو الى 180 درجه، فحاول يشتغل على هذه الفكره، انا عندي تاكسي ساحاول ان ندير شي حاجه. في ذاك المده هذيك حاول انه ينسق مع شركات، مشى كينسق مع شركات الدعايه، حاول دار اول فكره هو انه خذا واحد، هو في لندن، دار الاشهار لي دار الاشهار سميتها لي السياحه في امريكا. بعد مده بسيطه تقريبا واحد السنه، استطاع انه يشري تاكسي اخرى، ونسيت كذلك انه تم، يعني كان فقط يشتغل فقط بالليل، فاجرها كذلك فاجرها تم تاجيرها بالنهار، واستطاع في ظرف ما كانش واحد 6 شهور انه شرى تاكسي ثانيه. بعد ما شرى تاكسي ثانيه، حاول يشتغل على الدعايه، لصق واحد المنشورات للسياحه في دول معينه، وتم التنسيق مع ذاك الدول والسفارات في ظرف لا يتجاوز تقريبا واحد ال5 سنين، استطاع ان يشري واحد الاسطول ديال التاكسيات متكون تقريبا من 97 تاكسي. هنا الهدف. بعد ذلك انه استطاع يشري اكثر من هذا العدد، حاول يشتغل على التفكير ديالو، حاول يشتغل مع السفارات كذلك في سنغافوره، وحاول ينسق مع شركات اخرى، وكيلصق واحد المنشورات على التاكسي ديالو. فاذا بذاك هذيك ما بقاش 97، ولاو 200 207، تطور الى اشياء مهمه. بعد ذلك حاول انه يشتغل في الدعايه، لانه احب هذه المهنه، واعطى فيها الكثير، واعطاه كذلك الكثير. حاول انت جالس نشوفك تتفرج في هذا الفيديو، حاول تشوف شنو هي الاشياء اللي هي عندك، شنو هي الاشياء اللي تقدر انك انت تطورها، شنو هي الاشياء اللي انت
كتحبها اللي تقدر تعطي فيها. دائما حنا كنحاولوا ننظروا على الاشياء اللي ما عندناش، وكنحاولوا ننافسوا راسنا مع اناس اللي هما قويين علينا في واحد الماده معينه او في واحد الاتجاه معين. ما يمكنش انك تعطي الا كان هو مميز عليك في في شيء معين، مو ابحث انت في الشيء الاخر الكفه الثانيه اللي انت مميز عليه فيها. الا بحثتي بداخلك شنو هي الاشياء التي انت تميزك، صدقني ستكون ان شاء الله شخص ناجح. وبخلاصه او بعجاله كذلك، حاول تقييم الأوضاع، ما هي الأشياء التي تملكها وما هي الأشياء التي لا تملكها. خذ، كن شجاعا وحاول أن تغير الوضع اللي أنت فيه. حاول تغيير الوضعية اللي أنت فيها من سلبي إلى موجب. حاول إخراج القوة الداخلية اللي تقد أنها تساعدك. حاول تشوف الأشياء التي تملكها، الأشياء التي أنت تحبها، الأشياء التي أنت تبدع فيها. حاول دائما أن تكون سريعا في اتخاذ القرارات وعدم البطء، لأن هناك أشخاص يجلسون بسنتين وثلاث سنوات أو فقط بأخذ قرار معين أنه يمشي لواحد المكان أو يمشي السياحة مثلا، هما في الصيف غيتفاهموا فين غيمشيو ندوزو العطلة الصيفية، كياخذوا 3 شهور 4 شهور ومازال ما قرروا حتى شي حاجة لأنه عدم وجود قرارات. اخذ القرار رقم الف، غادي نزور واحد المدينه معينه، مرحبا بالجميع، اللي عنده اي اعتراض يعطيني حل ثاني. هكا كناخذوا القرارات. والى هنا استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والى صفه من صفات الناجحين، والى حلقه جديده. كان معكم رضوان، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.